إذن لمزيد من حول تطورات الأوضاع في غزة، مع استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين وفي المقابل عودة الرشقات الصاروخية للمقاومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني السيد صالح لطفي. أستاذ صالح، مرحبا بك. قناة الثانية عشرة العبرية أكدت أن 15 صاروخا تم إطلاقها من جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات شرق خان يونس. ما الرسالة التي أرادتها من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هناك مجموعة رسائل أطلقتها المقاومة في إطلاق صواريخها من منطقة رفح باتجاه جنوب البلاد، تحديدا مدن سديروت وعسقلان. الرسالة الأولى أن المقاومة ما زالت ثابتة وما زالت قائمة، وأن احتلال رفح و اكتشاف ما سموه مجموعة من الأنفاق وتدميرها هذا لا يضير المقاومة شيء، إنما هي حرب كر وفر. الرسالة الثانية رسالة في معقل المعنويات، بيان لارتفاع المعنويات لدى المقاوم الفلسطيني على كل قطاع غزة وبالذات في منطقة الجنوب، وفي المقابل رسالة عكسية تماما للمواطن الإسرائيلي وللجندي الإسرائيلي الذي اعتقد أنه بعد 7 شهور من صمت الصواريخ المتوجهة من طرف المقاومة تجاه هذه المدن تعود ثانية. الرسالة الثالثة ارتبطت ارتباط وثيق في اغتيال رئيس المكتب السياسي الشهيد أبو العبد، فبالتالي هذه الرسائل التي وجهت حملت معنيين، معنى سياسي امتياز ومعنى عسكري أمني آخر. الرسالة الأخيرة الحقيقة هي التي سمعناها من طرف نتنياهو أمس في تصريحاته التي كانت بعد جلسة المصغرة والطارئة لمجلس الوزاري المصغر، المجلس الوزاري الأمن المصغر، التي قال فيها إن إسرائيل ستستمر في حربها على الإرهابيين بين شطائر المقاومة الإسلامية في الجنوب وفي شمال البلاد، وأن هذه الصواريخ لن تعجز إسرائيل وستبقى إسرائيل مستمرة. إذن هي حرب بمعنويات وحرب إرادات وحرب واقعية بالتالي. طيب، يعني ما هدف نتنياهو من محاولاته الحثيثة لإطالة أمد الحرب رغم هذه الخسائر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني؟ يعني ليس فقط يعني لا نتحدث عن الانتهاكات الفادحة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين بقتل المدنيين الأبرياء بدم بارد، ولا عن الانتهاكات ضد المعتقلين، ولكن إطالة أمد الحرب هنا، ما هي المصلحة الصهيونية أو الإسرائيلية رغم هذه الخسائر الاقتصادية التي يتعرضون لها؟ نحن بهذا الموضوع على وجه الخصوص يجب أن نصبر أغوار عقل نتنياهو وكيف يفكر تجاه المستقبل وواقع ومستقبل إسرائيل. أنا من الذين يزعمون أن المسألة ليست مرتبطة بشخص نتنياهو كشخص وأنه يريد حماية نفسه سياسيا وقضائيا. هذه مسألة باعتقادي انتهت قبل 7 أكتوبر. الموضوع متعلق في روع هاجس الوجود الإسرائيلي. نتنياهو يعتقد أن إسرائيل مرت في مرحلتين مصيريتين اثنتين. الأولى كانت عام بين سنة 48 49 51 وقادها آنذاك بن غوريون، الذي بين شطائر ثبت وجود إسرائيل عبر الآلة الأمريكية والبريطانية في تلك المرحلة المبكرة من قيام الدولة. الآن المرحلة الثانية والتي تأتي في زمن نتنياهو مع اختلاف مطلق في المجهود وفي الواقع وفي القوى المواجهة، في الأمس واجه عناوين معينة واليوم يواجه عناوين ذات بعد وطني إسلامي واضح، وبالتالي هو أمام واقع وجودي. بالنسبة له هناك هاجس 80 عام الذي يكلف كافة الإسرائيليين السياسيين والأيديولوجيين والمفكرين، هو واحد منهم وكتب مقالات وكتب كتب في واقع ومستقبل إسرائيل، وهو لا يريد أن يكون في زمانه انكسارا لإسرائيل، سواء انكسارا سياسيا أو انكسارا عسكريا أو انكسارا أمنيا أو انكسارا في المعنويات، ويريد أن يسجل في التاريخ أنه أحد الذين ثبتوا وجود إسرائيل لمئة عام قادمة وليس أحد الذين وضعوا نعشها في ثمانينها في أعمارها القليلة القادمة. هذا من جهة. من جهة ثانية، نتنياهو هو ابن المدرسة التصحيحية اليمينية الصهيونية، وهو متأثر كثيرا بوالده الذي درس وكان متخصص في دراسات اليهود السفارديين، يهود إسبانيا
والمنطقة، وهذا الرجل الوالدي يكون حقد غير مسبوق على الأمة العربية عموما والمسلمين على وجه الخصوص، ويزعم أن إسرائيل يجب أن تكون من النيل إلى الفرات، وبالتالي هو يعيش هذا الهاجس الأيديولوجي الذي عززه من خلال الثنائي سموتريتش بن غفير. ومن ثم فإطالة الحرب إلى أمد الحرب هذه تأتي في إطار مثيولوجيا دينية من جهة، وأيديولوجيا عقدية دينية توراتية يهودية صهيونية صليبية من جهة أخرى، ويساعد على ذلك هذا الثنائي سموتريتش وبن غفير باعتبارهم الأرضية والتربة الحية التي يمكن أن تعزز العسكر الإسرائيلي الجنود في إسرائيل. وهذا الذي يحدث بالمناسبة الآن في غزة، معظم الجنود الإسرائيليين الآن هم من هذه المدرسة اليمينية والتقليدية، وبالتالي نتنياهو وصل إلى مرحلة تقاطع مصالح حزبية سياسية من جهة وأيديولوجية من جهة أخرى، وكل هذه تطبق على طيب، أرض غزة فيما باعتبار يتعلق أنه ما أستاذ يطال صالح، فيما يتعلق هناك مراهنات على فوز المرشح بالرئاسة الأمريكية، فوز الجمهوري المرشح للرئاسة الأمريكية في صالح المصلحة الإسرائيلية، وخاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر ممكن أن يعني يسير إلى جانب إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، فوز المرشح الجمهوري؟ أنا لا أعتقد أن هذا كما يذهب الكثير من الإعلاميين والسياسيين أنه سيذهب إلى صالح إسرائيل، بل أعتقد أن هذا سينهي هذه الحرب إن هو فاز لسببين اثنين. ترامب هو عقلية رهانية وعقلية صفقات، ويحيل السياسة إلى تجارة، وقد شاهدنا ذلك وخبرناه في سنوات حكمه مع العالم العربي وتحديدا السعودية. باعتقادي أن منطق الصفقات سيدور على أرض غزة وعلى منطقتنا عموما، وبالذات في جذر العلاقة القائم بين إسرائيل ككيان وقطاع غزة كمقاوم. وهذه الصفقة ستكون معادلاتها على النحو التالي: العالم العربي والإسلامي من جهة، وإسرائيل وأمريكا والغرب من جهة أخرى. سيتم توقيع صفقة، إن صح المصطلح بالصفقات، إنهاء هذه الحرب مقابل تحقيق مصالح لإسرائيل في اختراق العالم العربي والإسلامي من جهة، وقف هذه الحرب من جهة ثانية، استفادة الفلسطينيين من جهة ثالثة عبر ما أسميه أنا حبات حلوة من الإعمار وغيره من الأمور. أما أن يكون ترامب أكثر صهيونية من بايدن فأنا لا أتوقع ذلك. من وجهة نظرك، إلى أي مدى ترى أن صفقة تبادل الأسرى هي مهمة بالنسبة لإسرائيل؟ هي مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل المجتمع والشعب وبعض السياسيين، وليست مهمة كثيرا بالنسبة لنتنياهو لسببين. نتنياهو يعتقد أن من المعتقلين والأسرى الموجودين في يد المقاومة ليسوا أكثر قدسية ولا أكثر أهمية من الجنود الذين يقتلون في معارك غزة وهم يوميا يسقطون هناك، وليسوا أكثر أهمية من الذين خرجوا من غلاف غزة وخرجوا من شمال البلاد وهم بمئات الآلاف، وهم ليسوا أكثر أهمية من الذين عاشوا حالة من الضغوط النفسية القاهرة والقاتلة، ولا يقدر عددهم بحوالي ما يقارب 10,000 جندي في موجودين في المشافي الإسرائيلية. وبالتالي هذه المسألة محسومة عند نتنياهو ومن يدور في فلكه، وهو يراهن على هذه المسألة إعلامية ليس أكثر، بدليل تشدده الكامل في مسألة صفقة الرهائن والمفاوضات اتجاه هذا الموضوع. وهو يستغل هذه القضية تحديداً في ليس فقط إطالة أمد الحرب، بقدر ما أنه يستغل هذا الإظهار أنه شخصية قوية تفكر بمنطق صلب وصارم لمصلحة البلاد، أي مصلحة الشعب الإسرائيلي واليهود العلمانيين اليمينيين واليمين الديني على وجه الخصوص، خاصة وأن معظم المعتقلين هم محسوبين على التيار اليسير اليسار الإسرائيلي، وهم من حملة جنسيات مختلفة قد تكون بريطانية أو فرنسية أو أمريكية وما إلى ذلك. الآن مع انباء تكبد البورصة الإسرائيلية خسائر تعد الأكبر منذ بداية الحرب، إلى أي مدى ترى أن المنطقة ربما سوف لن تتوقف عند حدود غزة؟ هذا مربوط في سؤال ما ستفعل إيران في الأيام القريبة. إذا فعلا ما نسمع من أخبار من خلال القيادات العسكرية الإيرانية أنها ستضرب بقوة وستكون مؤلمة إلى آخر هذه المصطلحات، أو كما يرشح من خلال التصريحات الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص بأنها أرسلت رسائل إلى إيران
بأن التكلفة ستكون عالية جدا لإيران إذا قامت بهجمات بين شطائر مؤلمة وقاسية في داخل المؤسسة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، خاصة اتجاه المدنيين والمرافق الاقتصادية والحيوية في البلاد. إذا حدث ما تهدد به إيران فنحن أمام تغيير كبير جدا في المنطقة. إذا لم يحدث ستجري الأمور على ما هي عليه إلى نهاية هذا العام، والذي سيحسم هذا الموضوع هو الثبات وصلابة المقاومة على أرض غزة. اقتصاديا إسرائيل شعرت وأعلنت عن خساراتها منذ مطلع الحرب في شهر أكتوبر العام الماضي. مئات الشركات العملاقة في مجال الهايتك والبتروكيماويات والاقتصاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية كلها هاجرت، وهناك في 100,000 إسرائيلي هاجروا معهم خارج البلاد. فهذه الخسارات الاقتصادية الآن إسرائيل تعوضها من خلال 3 مساقات: المساق الأمريكي ومن يدور في فلكه، المساق العربي التطبيعي ومن يدور في فلكه، والحركة الصهيونية العالمية. لذلك مسألة السيولة المالية على وجه الخصوص اتجاه إسرائيل ليست مقلقة بقدر ما هو الأذى الاقتصادي الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي بدأ يشعر المواطن الإسرائيلي العادي بدأ يشعر بثقل هذه الحرب على مسار حياته اليومي والتزاماته المادية والمعيشية في إطار السياسة الاقتصادية التي فرضتها الدولة قبل حرب 7 أكتوبر وما زالت تمضي عليها إلى هذه اللحظات. إلى أين تسير الحرب على غزة من وجهة نظرك خلال المرحلة المقبلة، بعدما أصبح المتأثر بهذه الحرب العديد من الدول، سواء يعني دول إقليمية أو يعني دولية على مستوى أوروبا وأمريكا؟ هناك 3 معايير هي التي ستحسم مستقبل هذه الحرب على أرض غزة. المعيار الأول متعلق بالمقاومة وصلابتها وثباتها، سواء على مستوى المقاومين أنفسهم أو على مستوى الشعب والمواطنين في داخل قطاع غزة. ما نسمعه وما نشاهده وما نلحظه يشير إلى أن هناك ثبات غير مسبوق اتجاه في غزة مدنيين وعسكريين، وهذا أصبح الآن محل أبحاث ودراسات حتى في المجتمع الإسرائيلي الأكاديمية وحتى عند الغرب في فهم هذا الموضوع وهذه المسألة. الموضوع الثاني يتعلق عكس تماما في داخل المجتمع الإسرائيلي، مدى تأثر المجتمع الإسرائيلي مع هذه الحرب إلى نهايتها. الأمس كان في استطلاع رأي 45% من المواطنين الإسرائيليين مع الحرب على حزب الله واجتياح لبنان. نحن أمام مجتمع عسكري، مجتمع شوفيني، مجتمع بين شطائر قبلي متشظي داخليا، لكن يصب جام غضبه على الفلسطينيين في قطاع غزة وبشكل أقل بكثير على الضفة الغربية ومدينة القدس. وأي تأثير سيحدث في داخل هذا المجتمع سينحو نحو هذه الحرب، وهذا متعلق فيما ستقوم به إيران والمحاور المتعلقة بها. الموضوع الثالث متعلق بالضرورة بالدول الإسلامية وتحديدا تركيا على وجه الخصوص باعتبارها دولة موجودة في حلف الناتو، دولة لها تأثير في القارة الأوروبية ولها تأثير في عالمنا العربي والإسلامي. ارتفاع سقف المطالب الإيرانية التركية الآن لا يشي بشيء بقدر ما إذا فعلا تركيا مع مجموعة دول عربية وإسلامية تحركت بالتوازي اتجاه إنهاء هذا الموضوع. وأنا أقول وأزعم أن كل هذه الحرب متعلقة من ألفها إلى يائها من حيث وقفها في مصر، باعتبار أن مصر هي الباب الخلفي لقطاع غزة. إسرائيل لا يمكن أن تتنازل عن علاقاتها مع مصر، تعتبر العلاقات علاقات استراتيجية من الدرجة الأولى، وعندها استعداد مطلق لوقف هذه الحرب فورا إذا أقرت القيادة المصرية بضرورة وقف هذه الحرب. لكن كما نرى اليوم من خلال التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية والخارجية المصرية فيما يتعلق في أنفاق فيلادلفيا وغضبهم الذي صبوه على إسرائيل أن هذه الأنفاق يمر منها السلاح وتمر منها سيارات كبيرة جدا ونفوا ذلك واحتجوا أمام الإدارة الأمريكية، يشي بأن الأمر ليس كما نريد. نعم، نشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني السيد صالح لطفي، كنت معنا من أم الفحم عبر الهاتف.